رجعنا. بص، مشكلة الأوائل ومشكلة السلفيين في المجتمعات العربية الحديثة ومشكلة بعض المثقفين بل منهم حالي، وأكبر مشكلة فيهم هي مشكلة العقاد، عباس محمود العقاد مع كامل احترام لقامته، هي الجزء اللي فات ده. رغم أني لسه هقرأ يعني سطور بعينها في الكتابين، بقية الكتاب ده وكتاب هذه الشجرة، اللي عشان أقول لكم حاجة كبيرة أكبر من ده كله في الآخر، لكن خلينا نعلق على ده. مشكلة من هو مثل العقاد إنه، وكان هي مشكلة الأوائل، الكبر على تقبل أن فكرتي قد تنقد بالضاد، يعني تهدم وتطلع غلط، مش تنقد بالدال، لأنه ممكن يتعرض لنقد ويسيب ويقول يلا الولاد صغيرين وبيهزوا يعني. لكن الكبر بالشكل ده مخيف، وينم ان ده مش بحث اكاديمي حقيقي، لان العقاد قال الفكرة فسمع بتوع المساواة وحصل سجال ما في يعني صحف تلك الفترة، صحف اليومية، فقرر هو يكتب كتابا يعبر فيه عن رأيه ويسفه من آراء الآخرين حتى لو كانت ذات جدوى وذات قيمة. هم بيقولوا له أنت بتقول أن المرأة هذه خلقتها زي ما أنتوا سمعتوا، زي كلامه بالضبط زي السلفيين، نفس الكلام السلفيين بالحرف زي التراثيين، أنا آسف، السلفيين كلامهم الحقيقة يعني حتى وهو ضيق ومظلم لكنه غير ذات جدوى أنه الواحد يناقش أصلا. فالعقاد قالوا له السيدة ماري كوري مخترعة، فتخيلوا هذا الكبر الشديد على قول الحق. فقال أولا، قال إن كانت هي زي ما بيقولوا مخترعة فهي استثناء نادر يظل استثناء نادر. السؤال هنا لو علم، لو بنقول علم، انتوا بتقولوا هو وكل التراث إن الست مخلوقة خلقة فيها النقص ده، في مشكلة في عقلها، وبعدين بيدللوا عليها بالآيات اللي بيستنطقوها بما لم تقل. إزاي يطلع من هذا استثناء؟ إزاي؟ مفيش استثناءات. ثم إن الحالة لما تتكرر كثيرا الاستثناء يصبح قاعدة. إذن كان الوضع التاريخي والذي استمر كثيرا هو اللي مغلق على المرأة كل منافذ التعلم والتعليم وإظهار مهاراتها العقلية. لكن هو سفه أولا من وجود ماري كوري أو لزيها في الخمسينات كمخترعات أو أي حاجة، وخلاها في الأرض خالص الاستثناء، وما سابش الاستثناء على كده إن هي تبقى 100% صاحبة الحق فيما أنجزت. شوفوا هذا، أنا أعتقد إن هذا يعني نفس، يعني مش عايزين نتكلم على العقاد عشان ما تحصلش برضه مشاكل، لحسن يطلع برضه من الرموز الوطنية أو الكونية. المهم ده عداء للمرأة، أقل شيء أقدر أقوله ده عداء. ليه؟ لأنه لما حتى قال، اعترف وأقر إن ماري كوري قد تكون أنجزت، قال استثناء ما سابهاش كده بقى، قال لا. وعلى فكرة عايز أقول لكم حاجة، جوزها اللي فادها على فكرة مذكرات إيف بنتها اللي هو بيتكلم عنها دي، إذا قرأت بأمانة فهي بتتكلم عن معجزة اسمها ماري كوري. إنما بيير هذا الزوج اللي هو عايز يتبيه هنا، مش الزوج بنفسه إنه بيير وماري، لا، الرجولة، الرجل الأعظم، ولو تمثل في بيير هذا، نصيحة بيقول لها ركزي في شغلك مش عارف إيه، كلام عبيط، كلام سفيه، كلام ملوش أي علاقة بنجاح ماري كوري في حاجات معقدة جدا فيزيائية، تمام؟ فقال، فهو جاب مقطع بسيط من كلام إيف بنتهم عن الزوج أو أبوها، يعني بينصح ماري كوري نصيحة، قال وهو حتى نجاحها ده مبني على نصايح الزوج. ده اسمه أقل اسم فيه، اسمه بهتان. يعني ها، ده يا عمي القرآن اللي حضرتك بتتكلم عنه، إنه المرأة في القرآن بيقول ولا يجرمنكم شنآن قوم، دي عداوة حقيقية، مش بقى عداء المرأة، شنآن قوم بيظلمونا كمان على ألا تعدلوا، اعدل فيهم. لو تسألت عن واحد فيهم تقول والله ده راجل كويس بس هو عدوي، أو منجز أو فنان كويس أو أي حاجة بيتسأل عنها الشخص، بس هو عدوي، ما زال عدوي، على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ده منهج القرآن حتى مع الأعداء مش المخالفين. فما بالك كره جنس معين بلا سبب، والكلام ده اللي ما يقولش عليه كره بيبقى عنده مشكلة. أنا بالنسبة لي شايفه كره حقيقي وتقليل واستحقار لشأنها،
بيقول لها حتى التطريز والطبخ انت مالكيش فيه، احنا بنعمله برضه، وانت قعدتي تعملي الاف السنين واحنا عملناها 3 4 سنين فتعلمناها احسن منك. وحتى ماري كوري دي جوزها اللي نصحها، يعني ما سابهاش حتى تنعم بانجازها. ده مش لماري كوري ولا بيير جوزها ده ولا قصه للمراه كجنس، ده لسه في كتاب هذه الشجره او هذه الشجره يعني. لا لسه هتسمعوا كلام انا حقيقي، ده الكلام ده من المراهقه يعني. يعني بقيت ببص للكتاب اقول هو ده في السوق، الكلام ده في سوق المكتبات ومعنون بالاسم ده، وسوري يعني انا اسف متروك كده يعني. هتسمعوا معرفش يمكن بكره او العجب، ما بالك بقى هو بيلصق الكلام في الكتاب ده بالقران. يعني ده رايه هو ولا راي القران؟ فين الكلام ده في القران؟ فاحنا هنا في صدد بهتان حقيقي، حتى لو تواجه بحقيقه الكبر القديم هو وده نفس الغلط اللي بقالنا 1400 سنه فيه. تقول له يا باشا يا استاذ بلاش حتى في موضوع المراه، الحديث ده فندم، الايه هي فندم والحديث اهو، اتق الله قول حق عادي، قول الله ده عكس بعض فعلا 100%، ونحن نفضل القران لانه كتابنا الوحيد. لكن لا، لحد النهارده يطلع وينزل ويغير الحقائق ويبدل الكلمات على انه بيفيد ربنا. على فكره ربنا مش راضي عن اللي بتعملوه، البهتان والزور عمره ما يكون دفاع عن الحق. اسهل ما عليكم تقول حق، وهنسال جميعا مين قال الحق ومين ما قالش، لان ده دين يا جماعه، دين. انا ما بتكلمش العقاد لا، انا بالنسبه لي انا اسف يعني، مش مهم بالنسبه لي، مش مهم تماما، وجهه نظري مش عيب مش حرام. فانا بالنسبه لي المحباس محمود العقاد قامه عظيمه جدا، بس بالنسبه لي مش كده، وده حقي. فانا مش مهم عندي لك حتى، لكن المهم ان ده بيصدر الى الان علم الثقافه العربيه، فالعيال والشباب اجيال حتى رجال ونساء كبار يقروا فينزهل او ياكدوا الفكره اللي احنا عايزين ننفيها. وانا هكلمكم بعد ما نخلص كلام العقاد يعني الثقافه الحديثه من اين استقت، من مبادئ الثوره الفرنسيه، وكيف هذه مبادئ غيرت العالم كله وخلته في النجاح ده، واحنا زي ما احنا عندنا العقاد. ها الكلام اللي سمعته ده والتحقير من شانها ده مش كلام واحد سلفي، صدق قالوا صدق، ده كلام عباس محمود العقاد. هتقولي طب هو اصله عنده بقى، هو يخصه، بس ما يقولناش المرأة في القرآن، ما يقولش كده، يقول ده المرأة عندي، المرأة في خيالي، كتاب ثقافي حقه، بس ما يقولش في القرآن. أو لو قال من حقنا نقف وقفة تاريخية قدام كتبه وما نقولش إنه اقرأ يا ابني الكذا وكذا، أهو كلام حافظينه. أنا آسف العقاد يجي في كتاباته التنورية إيه في طه حسين، طه حسين، حتى قصص الحكيم وما إلى ذلك، توفيق الحكيم وإن لم يكن مفكرا يعني، لكنه مفكر عظيم في أدبه ومسرحياته، ولم يكن رجعيا على الإطلاق. وعلى فكرة العقاد لو تلاحظوا يعني إذا قريتوا الكتاب هتلاقوه دايما بيستشهد باتنين في كل الفلسفة القديمة، شوبنهاور ومين بقى وأرسطو. وعايز أقول لكم معلومة معلش يعني، المنطق الأرسطي حاجة وأراء أرسطو نفسها حاجة، مش هتقولي بقى تبع العرف والعادة وخمس تلاف سنة قبل الميلاد، أنا بكلمك عن مفكر بالعموم. إن أرسطو كان مفكر رجعيا في مسألة المرأة، رجعي راديكالي. شوبنهاور راجل سلفي، يعتبر مش سلفي يعني سلفي، لكن فكره في المرأة كأنه واحد من السلف، فيلسوف عظيم وأنجز الإنسانية لكنه فكر سلفي. فأنا ما أدول أنا لازم يعني أقول يا جماعة هنا خطأ كبير، وده بيأكد الأفكار اللي احنا عايزين للأسف ننفيها. فانا مش يعني مش هممني قوي عباس محمود العقاد ولا كتاباته ولا اراءه، حقه، بس هممني ان احنا بنجيبها كده من كل اتجاه يا حرام، ايات قران متفسره غلط ولم تعاد قراءتها ابدا، رغم انها زي ما عملنا تجربتنا الاسبوع اللي فات، وارد ان نقراها قراءه منضبطه باللغه والفكر والفهم تطلع زي الفل، تطلع الايه بتقول حاجه تانية خالص، ولا تحط من المراه ابدا، ولا حتى بتقلل من قدرتها، تتكلم حاجة زي ما قرينا وخلاص بقى، زي ما اللي شاف الحلقة. لكن المشكلة أنا بأكدها بقى، تراث وفقه وتفسير ومثقفين العرب المعاصرين والكبار والأعلام والتلفزيون والقوانين. طب خلاص أنت بتواجه سيل يا حرام، رغم أن ده للإسلام بس مش للمرأة، الإسلام أتى ليضحد ده كله ويكسره وينقضه، يتهد يعني، ما حصلش، بنوا عليه نفس العداوة
والاستحقار والتقليل بس استنطقوا الإسلام بي، وده أكبر ظلم تعرض ليه الإسلام. طبعا مش في دي بس، الإسلام كنص وكحياة الرسول اتظلم كتير جدا من بعده، من من بعده يعني. المهم لسه العقاد، لأن في نقطة مهمة بقى في الآخر خلاص هنوصل لها، مهمة جدا ليها علاقة بفهم المرأة كده من 1400 سنة من أهل التراث وليس من القرآن. كمل بكرة، أشوفكم بكرة.